الدين الإسلامي مراتب ثلاثة، ثلاث درجات. إسلام دينا قو درجنا عدوهم بوغ. المرتبة الأولى الإسلام. حلغر درجة إسلام دو. والإسلام أركان خمسة، أركان الإسلام خمسة. إسلامي قو أركان قو ركن يعون قي ركن يعون بوغ. المرتبة الثانية الإيمان وأركان الإيمان ستة. شولغ درجة إيمان دو عونتنا يعلغ ركن يعون. المرتبة الثالثة الإحسان والإحسان ركن واحد. قول درجة إحسان دو إحسان تحركن يو. نعم. الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام. الدليل لا إسلاما ركن شاء إيمانا ركن شاء جبريل حديث دون عليه السلام.